هنعمل مع بعض صوص الجبنة بدون زبدة وبدون دقيق. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صوص الجبنة بدون زبدة وبدون دقيق. هنعمله بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا ربع كيلو ميكس جبنات رومي على شيدر على موتزاريلا 250 جرام، كوباية لبن، معلقة كبيرة نشا كورن فلاور. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب حلة هنزل فيها كوباية اللبن ومعلقة كبيرة نشا وهقلبهم على البارد، وبعدين هرفعهم على نار هادية. قلبت اللبن والنشا كويس جدا على البارد ورفعتهم على نار هادية. أول ما اللبن يبتدي يغلي هنزل على طول بالجبنة. اللبن والنشا ابتدوا يغلوا، هنزل بميكس الجبنات وهقلب لحد ما الجبنة تسيح. هقلب كويس جدا لحد ما الجبنة تسيح. كل ما الجبنة تسيح كل ما اللون بيغمق معايا. بفضل اقلب لحد ما الجبنة تسيح خالص، اهو زي ما انتم شايفين كل ما بتسيح كل ما لونها بيغمق. خلاص الجبنة سيحت خالص، ما بقاش فيها اي تكتلات، حلو قوي القوام بتاعها. هطفي عليها وهوريها لكم. بسم الله. شايفين القوام بتاعها جميل جدا. اهو يا حبايب قلبي صوص الجبنة بعد ما خلاص، بصوا القوام بتاعه جميل جدا من غير زبدة ومن غير دقيق. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل صوص الجبنة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.